بدي أختم هذه الحلقة بلفتة وإضاءة على إنجازات لبنانية تحصل في دول الاغتراب يقوم بها لبنانيون طامحين لأن يصلوا ويرفعوا اسم لبنان، كما فعل بطل الملاكمة اللبناني نسيب حمادي الذي فاز ببطولة الملاكمة الحرة. على مستوى آخر هناك عدد من الشباب اللبناني يلي عم يسعوا ليرفعوا اسم لبنان وإن حتى بمنتديات ربما تكون مساحتها ليست مساحة عالمية ولكن إلى وجود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. بدي رحب بالزميل الصحافي علي فوعاني يلي سبق وأن استضفناه معنا ببرنامج هنا بيروت خلال المونديال الماضي عندما كان يرفع اسم لبنان أثناء تعليقه على مباريات كأس العالم مع الفيفا. ينضم إلينا علي اليوم يمثل لبنان بتحدي 30 اللي هو تحدي على المستوى الرياضي مهم جدا للمتابعين الرياضيين والإعلاميين الرياضيين. علي أهلا وسهلا فيك مباشرة معنا من قطر. أهلا فيك يا حليمة، كيفك؟ شو أخبارك؟ وتحية لكل المشاهدين ولكل الناس اللي صراحة كل مرة بيفاجئوني قد إيه في محبة. شكرا شكرا لك علي. علي هذا البرنامج اللي شاركت فيه هو برنامج يبث على يوتيوب ولكن له ضجة كبيرة بالمجتمع الرياضي، واليوم مشاركتك وفوزك بالمرحلة الأولى وتأهلك كلبناني وحيد يشارك اليوم عمل ضجة بالمجتمع الرياضي في لبنان، وشفنا الجميع يشيد بقدراتك الرياضية ومعلوماتك الرياضية. خليني أنا وياك والمشاهدين نشوف هذا الفيديو القصير عن مشاركتك لنعلق على أهمية هذه المشاركة ورفعك لإسم لبنان. أهلا أهلا بك علي، كم عمرك؟ 33. والله العمر كله، ليش تشجع ميلان؟ لبناني والله، لأنه بيرهوف أنا كنت أشجع ألمانيا من يورو 96. أنا لبناني. تعال لمك أول ولبنان. خليني أقول لكم، خليني أقول لحق فهمهم وفهم الناس ليش أنا لميته، لأن لحد الآن ما استضفنا ولا لبناني في البرنامج وأنا يعني ودي أسوي هذا الشيء. ولا بأي دولة؟ أرجوك بيض الوجه. تفضل. علي، مين مدرب بولونيا؟ قرب على المويه. تياغو موتا. كالياري. رانييري. زين. فيورنتينا. إيطاليانو. ممتاز جدا. نروح على مدرب صعب جدا الحين، مونزا. بالادينو. لا ما انا جاي لعند اشكناني، انا بدي اخلص كاس الجمهور ارجع اطلع لعند اشكناني. تاك تفضل. خلاص تفضل. لا تفضل دلبييرو عناد عليكم. روح عند المايك عند المايك عند المايك. انت شنو جاي هني تسوي؟ جاي اخلص كاس الجمهور ارجع اطلع عند عبد الله اشكناني بس لانه انا صار لي 3 سنين بحضر تحدي ال 30 وشايفه بيضرب يمين يسار يمين يسار. منو هذا يعني؟ يعني مع حبي له لانه ميلاني اخويي بس طبعًا. بس خلص بارض الميدان خلاص. جماعه نسمع صفقه حق اول لبناني يكون موجود في تحدي 30. تفضل. شكرا. روح افرح 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 افرح. علي، شفنا مشاركتك بتحدي 30 كأول لبناني يشارك في هذا البرنامج اللي أخذ صدى كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا يوتيوب، ليس فقط في لبنان إنما بكل دول الخليج العربي والدول العربية. ليش شاركت بهذا البرنامج وماذا يعني تأهلك لمرحلة مقبلة؟ لك أي مشجع كرة قدم أو رياضي بشكل عام من هو صغير بيكون عنده طموحي، لو بيكون عم يحضر من سير محل مليون ليه ما بيعملوا هيك مثلا بالفوتبول؟ ليه ما بيعملوا مسابقات بالمجال الرياضي تقولنا؟ وانت بتعرفي من زمان من ايام الجامعة ومن قبل انا عندي هذا الهوس والحب لكرة القدم تحديدا. فبورصة كانت تحدي 30 لما اعلن مساعد يلي هو صاحب الفكرة ويلي صاحب الصفحة على اليوتيوب انه حيعمل كأس الجمهور. هو عادة بيستضيف شخصيات اعلامية رياضية بارزة او لاعبين عرب سابقين او حاليين، بس ولا مرة كان عم يستضيف شخصيات غير معروفة. فطرح فكرة كأس الجمهور وعمل ابليكيشن، انت بتشارك عن طريق الابليكيشن 10 اسئلة بدك تجاوب عليهم بسرعة كمان، لانه اذا بتحضر الحلقات كان عم بشارك حوالي المليون عربي عبر الابليكيشن، هيدا باول يومين فقط. وكان مقسم مواقع التقديم بأربع دول عربية حسب المنطقة، يعني بلاد الشام كانت الأردن، الشمال أفريقيا كانت مصر، نعم. بالخليج كان في الكويت يلي هي دولة مساعد، والسعودية اللي هي أكبر دولة منطقة الخليج.
فالحمد لله توفقنا، قدمت، اتصلوا فيي قالوا لي بس انت بدك تجي على الاردن كوني مقيم بقطر. وهون عن جد خليني مر شكر كبير لزوجتي اللي قاعده مع طفل بيبي رضيع كان عمر بعده شهر، لانه هيدي من شهرين، من حوالي شهر ونص لنكون اداب، ومع طفل تاني قبلت اني روح وارجع على الاردن بخلال اقل من 48 ساعه من دون ما يكون في معها حدا بقطر. نعم. من اهلها او اهلي. علي، بعد الانتهاء بحال فزت بهيدي المسابقه شو بيصير؟ بعرف انه هدفك ربما طموحك رياضي اوسع، شفناك بالمونديال عم بتعلق مع الفيفا على المباريات للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، اليوم عندك طموح اكبر، يعني انت عم تشارك بهيك مسابقه مش بس بهدف التسليه، انما لانه انت حابب توصل كصحافي رياضي على مستوى العالم العربي. صحيح، يعني أنا شايفة فرصة أكثر من إن مجرد مسابقة، شايفة فرصة إنه ممكن كوني على منصات التواصل الاجتماعي اللي هي اليوم محتلة غالبية الجماهير كرة القدم، عم تستعين بالفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإنستغرام أكثر من التيفي من أيام لما كنت أنا طفل أو مراهق. فأنا شايفة فرصة للعالم يشوفني ويشوف موهبتي وقدراتي، كونه للأسف ما سنحت لي ابدا اي فرصه باني اعمل باي قناه تلفزيونيه او مؤسسه اعلاميه بسبب غياب الخبره. واللي انت بتعرفي كيف ظروف انك خصوصي بدومين الرياضه يلي بلبنان منه كثير مضوى عليه. نعم. وبس بدك تنتقل على مؤسسه اعلاميه ضخمه رياضيه بده يكون اكيد عندك باك جراوند، فبعتبرها انا كمان فرصه لزيدة على السي في مثل ما كانت وقت التعليق للمكوفين بكاس العالم. يعني على امل انه تفوز علي بهذا التحدي، تحدي الثلاثين، وانه اولا ترفع راس لبنان بهيك تحديات رياضيه سريعه البديهه، وربما يعني ترتكز على الثقافه العامه الرياضيه اللي اساسا الرياضه في لبنان على رغم جمهورها الواسع الى حيز قليل جدا ربما في وسائل الاعلام اللبنانيه، وايضا يعني على رغم الاهتمامات الكبيره من الجمهور اللبناني. أنا بدي أتمنى لك التوفيق على أمل أنك تفوز وتحقق هدفك لاحقا وطموحك بأنك تكون صحافي رياضي متمكن في وسيلة إعلامية لبنانية أو عربية مرموقة تقدر توصل الهدف يلي أنت اشتغلت عليه خلال كل السنوات الماضية. بدنا نتمنى لك التوفيق، ونحن حبينا نضيء على هذه يعني المشاركة، لأنه السوشيال ميديا بلبنان كل الإعلام الرياضي بس عم يحكي اليوم بعلي فوعاني أنه نجح وفاز بهيدي المرحلة الأولى. بدي أتمنى لك التوفيق مجددا، شكرا لك علي، كنت معنا مباشرة من قطر.